العيد كويس لكن في غصة، يعني من ناحية المهجرين فرحته الكبير، يعني اللي بيرجعوا على ديارهم على بيوتهم ساعتها بيكون كل عام وانتم بخير. صار لي 12 سنة طالع من حماة، بتمنى هيك الله يردنا لبلادنا إن شاء الله السنة الجاية ونعيد بين أهلنا. والأولاد هذول ولدوا هم بيدلب ما بيعرفوا حماة لسا، لا عمامهم ولا أخوالهم ولا بيعرفوا حليمنا رايبينه. عيدنا بإذن الله حتى نرجع على ضياعنا وما بعد كفرنبيل، وكيف بده يكتمل عيدنا وقلنا أسرى ضمن سجون بشار الأسد الظالم. يعني اللي برا ضيعته برا بلده حزين جدا بالعيد، الطقوس بتختلف، الأوضاع بتختلف، البعد الموجودين عن الأهل والقرايبين والأحباب، يعني إذا واحد يعمل زيارة ما في مثل قبل، كله قريب عليك، بقى الله يفرج علينا. ما في عيد. الأم بجنب، الأخ بجنب، العم بجنب، خالة بجنب، جيران بجنب، ما في عيد.